السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأعزاء المتابعين الكرام، الإخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله هنشرح لكم حل مشكل ظهور علامة إكس علامة الواي فاي، علامة حمراء كما كتشوفوا في هذا الفيديو. الواي فاي لا يعمل حاليا. كما كتشوفوا علامة حمراء بجانب الحاسوب، علامة إكس. هذا المشكل كيعانوا منه مجموعة من الأشخاص. اليوم إن شاء الله عندكم الحل النهائي لهذا المشكل، علامة إكس، علامة حمراء. عندما تريد الاتصال بالواي فاي كيعطي لك لا يمكن الاتصال. هذا المشكل الإخوان كيطلع نتيجة تغيير أحد الإعدادات في الروتور الواي فاي. اليوم غنوريكم كيفاش غنقوم إلغاء هذه العلامة إكس، علامة حمراء. أول حاجة غنضغط على الواي فاي اللي فيه إكس، علامة حمراء. تحت منه غنضغطو أوبغيغ لو سونتر ريزو اي بارطاجي كما كتشوفوا في هذا الفيديو. هيا من تحت، من بعد غنعاودو ستارت تاني، غنضغطو على كخير لي ريزو سانتافيل كما كتشوفوا في هذا الفيديو. ستارت تاني، من بعد طلعونا هاد الواي فايس لي ديجا اتصلنا بيهم. دابا نبحثو على هاديك الواي فاي اللي بغينا نتصلو به، كتينا علامة إكس، علامة حمراء، هو هاد الواي فاي هذا التاني. غنضغطو على هنا الإخوان، غنضغط على فأرة الأيمن و غنضغط على سوبغيمي كما كتشوفو معايا. غنمسحو هاد الشبكة، وي المهم مسحنا هاد الشبكة. غنرجعو مكان الواي فاي. الإخوان الآن غنبحث عن الشبكة اللي كان فيها الإكس. هاهي الإخوان، مبقاتش فيها إكس، غنجرب نتصل بيها. المهم الإخوان هنايا عطاتني غندخل مود باس كما كتشوفوا معايا الاخوان. غندخل مود باس، اوكي. من بعد ما دخلت مود باس غتشوفوا معايا الاخوان، عفوا، وين هي الاخوان؟ الان الواي فاي يعمل. هاي الإخوان، ها هو الكونيكسيون خدام. كما كتشوفوا الإخوان دابا الواي فاي راه خدام. المهم الإخوان هاد الطريقة جد شغالة، يعني كما قلت لكم الاخوان هاد الطريقه جد ناجحه. اللي عنده هاد المشكل يتحل.